حالات الشفاء من كورونا في العراق تقترب من عدد الإصابات بالفيروس. صالح والكعبي يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الانتخابات. تشكيل مراكز للتنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة في كركوك. السلام عليكم سادتي الأكارم، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية. سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في عموم محافظات العراق اليوم 1724 حالة شفاء من فيروس كورونا، فيما تم تشخيص 1796 إصابة من الفيروس، فضلا عن تسجيل 94 حالة وفاة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 34741 حالة مقابل 62275 إصابة. أعلنت خلية الأزمة في النجف الأشرف رفع الحظر الكلي والإبقاء عليه جزئيا وعودة العمل بالدوائر الحكومية في المحافظة. رفع حظر التجوال الكلي والبقاء عليه جزئيا مع عودة مشروطة بالتزام تام بالدوام الرسمي بنسبة 30% ناهيك عن غلق السيطرات الرئيسية المؤدية لمحافظة النجف الأشرف، هي أبرز قرارات خلية أزمة المحافظة التي عقدت اجتماعا موسعا بحضور عدد من مدراء الدوائر الخدمية والأمنية. رفع حظر التجوال التام في المحافظة ليكون حظر تجوال جزئي ويبدأ من الساعة 8 ليلا وينتهي الساعة 6 صباحا. افتتاح كافة الدوائر الرسمية ويكون نسبة الدوام بنسبة 30% أي 3 شفتات ومع المحددات، يعني ما راح نسمح لأي مواطن يدخل إلى الدائرة بدون كمامات، ولا راح نسمح لأي موظف في دائرة ما مرتدي الكمامات، وسوف تشكل لجان تحقيقية على الموظفين وعلى مدراء الدوائر اللي ما مرتدين كمامات. رئيس خلية الأزمة في المحافظة أكد على أن المتوفين المصابين بفيروس كورونا يدفنون في مقبرة وادي السلام الجديدة مع دخول مرافقين اثنين لعدم حصول زخم قد يسبب نقل العدوى بهذا الوباء. الاستمرار بغلق السيطرات لا سيما سيطرة مع عباسيات معمل بيبسي غلق تام ذهاب وإياب وعبد الله أبو نجم، والاقتصار على فتح سيطرتين اللي هي سيطرة الكفد وسيطرة مفرق غماس، إلا للحالات الاستثنائية راح يكون دخول الجنائز والقضايا الأخرى المخولة بالقانون. يذكر أن المحافظة قد تجاوزت 3000 إصابة، نصف منها اكتسب الشفاء التام، فيما يتلقى النصف الآخر العلاج مع تمتعهم بصحة جيدة وسط دعوات للالتزام بقرارات خلية الأزمة للتقليل من تسجيل إصابات جديدة. من النجف الأشرف، أيمن الشريفي، العراقية الإخبارية. وحول آخر التطورات ومستجدات الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا ينضم معنا من السليمانية زميل سيف حقي ومن المثنى الزميل عارف شهيد. والبداية من السليمانية مع سيف. سيف، اليوم السليمانية كانت على موعد مع تسجيل 234 إصابة و200 وحالتين اثنتين من الشفاء التام، هل من تفاصيل أكثر حول هذه الإحصائية؟ تفضل سيف. نعم، يعني بداية يوم أمس سجلت مختبرات وزارة الصحة في حكومة الإقليم إصابات، يعني 227 إصابة، 119 منها داخل مركز مدينة السليمانية، والباقي يتوزع على الأقضية والنواحي، وإصابات أخرى في مركز مدينة حلبجة، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات وما يقارب 97 حالة شفاء
جميعها من مركز مدينة السليمانية، والباقي ما يقارب 5 أو 6 حالات شفاء هي من الأقضية والنواحي التابعة لها. العدد التراكمي وصل في محافظة السليمانية إلى 5311 إصابة. عدد حالات الشفاء وصل إلى 1366. الآن داخل مستشفيات محافظة السليمانية ما يقارب 3711 يعني مؤكدين بإصابتهم بفيروس كورونا ويتلقون الرعاية الصحية. غرفة العمليات هنا في السليمانية وكذلك خلية الأزمة مستمرة من خلال عملها واللجان المشكلة بهذا الخصوص من خلال تطبيق الإرشادات الصحية. بصراحة الأعداد في تفاوت يوم بعد يوم، يعني قبل أيام من الآن كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات في السليمانية وارتفاع بعدد حالات الشفاء، لكن يوم أمس يعني ارتفعت الإصابات مرة أخرى. طيب كل هذا وكان سيف. في آخر تصريح لمدير عام صحة السليمانية أكد بأن كل نعم سيف، عذرا للمقاطعة، الإصابات التي سجلت في السليمانية اليوم هل تركزت في مركز محافظة السليمانية أم بالأقضية والنواحي التابعة لهذه المحافظة؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، ماذا عن الإجراءات الوقائية المطبقة في المحافظة؟ نعم، بصراحة قبل أيام من الآن كان مركز السليمانية يسجل إصابات قليلة، يعني ما يقارب 40 أو 30 حالة إلى 50-60، لكن يوم أمس كان مركز السليمانية هو الأعلى حيث سجل 129 إصابة في مركز مدينة السليمانية. هذا جانب. الجانب الآخر وجانب تطبيق الإرشادات الصحية لهذه اللحظة، يعني الحل الوحيد هو التباعد الاجتماعي، على الرغم من غلق مركز السليمانية من خلال الصبات الكونكريتية واقتصاره على المارة فقط، يعني الحالات تزداد مع الأسف. يعني هنا دعت خلية الأزمة ودعت الجهات المعنية بهذا الخصوص بضرورة تطبيق الإرشادات الصحية. على الرغم من تطبيق هذه الإرشادات الصحية، بصراحة نتجول، تعرف يعني من خلال عملنا نتجول في محافظة السليمانية، نلاحظ التزام كبير من قبل المواطن، لكن لربما هنا وهناك بعض الخروقات التي تحدث خاصة في الأماكن التي تشهد زحامات. هنا تعرف السليمانية مدينة سياحية وفيها يعني مناطق سياحية يرتادها العديد من أهالي المدينة. كذلك كانت هناك لجنة خاصة بهذا الموضوع لعدم يعني الذهاب إلى هذه المناطق خاصة في أيام العطل، والسليمانية الآن هي أصلا المؤسسات الحكومية فيها معطلة للعاشر من هذا الشهر. طيب سيف، ابقى معي لأنتقل إلى زميلي عارف شهيد، مراسل العراقية الإخبارية في المثنى. عارف، اليوم المثنى كانت على موعد مع 86 إصابة وعدد أيضا من الوفيات، لكن إلى الآن لم تشهد حالة شفاء اليوم فيما يتعلق بالمثنى. هل هناك من أعداد تراكمية لهذه المحافظة؟ كيف هي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات؟ ماذا عن الإجراءات الوقائية أيضا؟ تفضل عارف. نعم، طبعا بعد ان سجلت دائرة صحة محافظة المثنى 86 حالة مؤكدة هذا اليوم وتسجيل 4 حالات وفيات، أصبح لدينا في محافظة المثنى كعدد تراكمي 826 حالة، عدد حالات الشفاء 316، وبالنسبة للحالات الراقدة بالمستشفى هي 475 حالة. طبعا عدد الوفيات بشكل عام بمحافظة المثنى لم يتجاوز 36 حالة مع 4 حالات التي سجلت هذا اليوم. طبعا كاستيعاب مؤسسة صحية بمحافظة المثنى لم تستوعب هذه الأرقام، لكن هناك تنسيق عالي المستوى بين الكوادر الصحية والمواطنين، حيث أن معظم هذه الحالات هي تحجر منزليا بإشراف صحي وإشراف طبي من قبل دائرة صحة محافظة المثنى، بعد أن شهدت المحافظة تنسيقا عاليا بين المواطنين والكوادر الصحية المشرفة على الوباء. طبعا الحالات مختلفة، هناك حالات بسيطة وهناك حالات متوسطة والحالات المتفاقمة. الحالات المتفاقمة حتما تكون بالمستشفى الحسين التعليمي، والحالات المتوسطة والخفيفة بين المستشفى وبين الحجر
المنزلي. طبعا دائرة صحة محافظة مثنى وفرت العلاج لكل المصابين بهذا الوباء، سواء كانوا داخل الردهات أو يخضعون للحجر المنزلي وبإشراف طبي، وهم يتابعون حالاتهم من خلال التواصل المستمر. طيب عارف، بالنسبة عارف عذرا للمقاطعة، فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، التباعد الاجتماعي، التنقل ما بين أقضية ونواحي المحافظة، كيف تجري هذه الإجراءات الآن؟ نعم طبعا لا زالت محافظة المثنى مستمرة بالحجر الوقائي الجزئي، والذي يمتد من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا. أما ببقية ساعات النهار فلم يكن هناك حظرا بالمحافظة. الاعتماد اليوم، اعتماد وزارة الصحة، دائرة صحة المحافظة، خلية الأزمة على الوعي المواطن، ولا زالت المراهنة على الوعي المجتمعي. لكن حقيقة لحد الآن نلاحظ هناك التزام جزئي لدى المواطنين من خلال ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات وعدم الزحام بالمركبات وبالمحال التجارية، لكن هذا وإن وجد حقيقة فهو بشكل جزئي وليس بمستوى الطموح. نعم عارف، أشكرك شكرا جزيلا زميلي مراسل العراقي الإخباري عارف شهيد، كنت معي عبر الهواء مباشرة من المثنى، والشكر موصول أيضا لزميلي سيف حق الذي كان معي بالصوت والصورة من السليمانية. شكرا لكم. خلية الأزمة في صلاح الدين شددت من إجراءاتها الاحترازية بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا في المحافظة، إذ شرعت بمضاعفة فرقها الجوالة لأخذ المساحات من المواطنين وتجهيز المستشفيات بجميع المستلزمات الخاصة بمعالجة المصابين بهذا الفيروس. محافظة صلاح الدين تسجل ارتفاعا كبيرا بإصابات فيروس كورونا، والتي بلغت أكثر من 900 إصابة تركزت أغلبها في أقضية الدجيل وبلد وطوز وسامراء وتكريت. خلية الأزمة في المحافظة شددت من إجراءات فرض حظر التجوال الجزئي ومحاسبة مخالفي التعليمات الصحية للحد من انتشار الوباء. يعني مجموع عدد الإصابات في صلاح الدين 948 إصابة. صلاح الدين تعمل بالإجراءات تبع في عموم المحافظات من قبل خلية الأزمة الموجودة بتطبيق الحظر الجزئي، اللي حقيقة يبدأ من الساعة 5 عصرا إلى ثاني يوم صباحا، وأيام الخميس والجمعة والسبت يكون حظر شامل. وإدارة المحافظة وإدارة الخلية أيضا عملت على منع التجمعات وإقامة الحفلات سواء الدينية أو المناسبات الأفراح وغيرها التي تؤثر على أو تزيد من عدد الإصابات. دائرة صحة صلاح الدين سيرت فرقا طبية في أحياء مدينة سامراء لأخذ مسحات للأشخاص المشتبه بإصابتهم، مع استنفار جميع الملاكات الطبية في مستشفيات المحافظة لتقديم العلاجات للمصابين والتأكد من سلامة الملامسين. قامت فرق الاستجابة السريعة اليوم في قطاع سامراء بحجر منطقة الجبيرية الثالثة بالكامل، وذلك لازدياد أعداد المصابين من هذه المنطقة. الآن تقوم فرق الاستجابة السريعة بأخذ مسحات انتقائية من بيوت الملامسين والمجاورين لهم، وذلك للسيطرة على الوباء ولمنع انتقاله، وكذلك توعية المواطنين حول سبل الانتشار وكيفية الوقاية منها. كذلك تنفيذ حملات توعوية موسعة شملت جميع المناطق، كذلك الدوائر الحكومية توعية المواطنين حول هذه الجائحة ومخاطرها على المواطنين. كما عززت وزارة الصحة مستشفيات المحافظة بأجهزة طبية حديثة لتسهم بعلاج الزيادات الحاصلة بأعداد المصابين بفيروس كورونا. عمر العزاوي، العراقية الإخبارية، صلاح الدين. إلى بابل، إذ شرع معمل نسيج الحلة بتحوير خطوطه لغرض إنتاج المستلزمات الطبية التي تنوعت بين الكمامات والبدلات الواقية لتجهيز المستشفيات والمؤسسات الصحية.
بعد تزايد عدد الإصابات بجائحة كورونا، لا سيما من ضمنهم أبطال الجيش الأبيض كونهم في تماس مع المصابين، وللحاجة الماسة للمستلزمات الطبية من كمامات وبدلات وبعض المستلزمات الأخرى، بادرت الشركة العامة للصناعات النسيجية مصنع نسيج الحلة إلى محاولة تغيير خطوطه الإنتاجية وجعله ينتج مواد ومستلزمات طبية، وقد نجح في إنتاج أكثر من 2000 بدلة يوميا وكذلك المستلزمات الأخرى. بادرت الصناعة الوطنية وبادرت الشركة العامة للصناعات النسيجية بإنتاج مستلزم مهم جدا، مهم نحتاجه في هذه الأيام، أيام الأزمة، واللي هو منتج متميز وأيضا كفاءته عالية جدا بفحص دائرة صحة بابل ومقاييسها الطبية اللي معمول فيها بالوزارة. قمنا بإنتاج بدلات الوقاية وبكمية 2000 بدلة يومية، والشراشف والقاونات و غطاء الرأس وغطاء القدم، وفي بداية الأزمة كنا ننتج الكمامات الوقائية اللي هي من قماش الاس ام اس، وحقيقة الحمد لله قدرنا ان يعني نسيطر حتى على السوق. أنواع متعددة من المستلزمات الطبية ينتجها مصنع نسيج الحلة وبأعداد تسد النقص الحاصل في دوائر ومستشفيات المحافظة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية العاملين من خلال وقايتهم وتطبيق مقررات خلية الأزمة. عندنا مستشفيات الحلة نجهزها بنفس بدلات الوقاية بالكفر شوز، بالإضافة إلى الشراشف لاستخدام مرة واحدة، قاون العمليات، احنا مغطين مستشفيات محافظة بابل. انتاجنا 2000 بدلة يومية، اكو يعني اكو انتباه انه اكو تباعد بين البنات هم اصلا يعني عندهم وقائية الكمام الكف. رغم الأزمة المالية على البلد ورغم أننا في أزمة وباء منتشر، إلا أن بوادر النهوض الاقتصادي بدت واضحة من خلال دوران عجلة المصانع العراقية ليكون اعتماد البلد في المستقبل على نفسه. من بابل، علاء الجراح، العراقي الإخبارية. وفي ذي قار أنشأت طبابة الحشد الشعبي مستشفى ميدانيا متنقلا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. المبادرة جاءت ضمن جهود الحشد المستمرة في محاربة الجائحة. بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار، أصبحت الحاجة ملحة لمراكز عزل صحية جديدة، حيث قامت طبابة الحشد الشعبي بتقديم مستشفى متنقل لقضاء النصر بالمحافظة يتكون من 20 سريرا. نتيجة لتزايد أعداد الإصابات في محافظة ذي قار عموما وفي قضاء النصر خصوصا ولبعد المسافة عن مركز المحافظة، قام الأخوان في هيئة طبابة الحشد الشعبي بنصب ردهات عزل عدد 2 في قضاء النصر، وهي نواة أولى للانطلاق باتجاه أن توسعة هذا العمل من خلال التنسيق مع طبابة الحشد الشعبي. مواطنون من أهالي القضاء تبرعوا بقطعة الأرض وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية خلال مدة 15 يوما لتكون المستشفى جاهزة لاستقبال المصابين. تم تأهيله وإكمال مستلزمات تشغيله من قبل أهالي قضاء النصر متبرعين ومساهمين، ولفترة استغرقت تقريبا أسبوعين جهزوا بكامل التجهيزات. الجهد اللي يتطلب من عندنا أنه نتبرع بهاي الأرض وفاء منا لإنقاذ أرواح أخواننا المصابين، وإن شاء الله إحنا سباقين الكل ما يتطلب، وإن شاء الله نتبرع بقد ما يمكن. إيجاد أماكن جديدة للحجر في أقضية ونواحي المحافظة هدفه تخفيف الزخم الحاصل على مستشفى الحسين التعليمي، وهو المستشفى الرئيسي لمعالجة المصابين بالمحافظة. هذا المستشفى الميداني والذي جاء بتضافر الجهود من قبل الحشد الشعبي والمتطوعين والمتبرعين من أهالي القضاء، يعمل على تقديم الخدمات العلاجية والطبية لمرضى فيروس كورونا. من قضاء النصر بمحافظة ذي قار، عرفان علي، العراقية الإخبارية. الإجراءات الوقائية التي اتخذتها خلية الأزمة فيد هوك انعكست سلبا على واقع النازحين في المحافظة، إذ يعاني النازحون وضعا اقتصاديا صعبا دفعهم لمطالبة الحكومة بتسهيل عودتهم إلى مناطق سكناهم وإنهاء تلك المعاناة. تفشي فيروس كورونا في العراق شل معظم مفاصل الحياة، ولعل المعاناة تأخذ شكلا آخر في مخيمات النازحين، فبالإضافة إلى معاناتهم في هذه المخيمات جاء هذا الوباء ليزيد الطين بلة
ولتتعقد الأمور المعيشية لدى النازحين في ظل الإجراءات الصحية والوقائية التي اتخذتها خلية الأزمة في محافظة دهوك للحفاظ على أرواح المواطنين، إلا أنها انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي للنازحين. بعد مجيء هذه الوباء بالتأكيد الوضع تدهورت، وضع اقتصاديا، وضع نفسيا، والوضع التعبان، يعني مثل ما تشوفون بعيونكم في المخيمات، يعني وضع كثير تعبان. والله بصراحة الكورونا متأثر على الاقتصاد العالمي كلهن، وخاصة احنا النازحين لا عدنا شيء. نتمنى من الحكومة العراقية يسوون حل نرجع على سنجار. كما ناشد النازحون الحكومة الاتحادية بالعودة إلى مناطقهم وترك المخيمات وتقديم الدعم المالي والمعنوي من أجل تحقيق هذا المطلب الذي أصبح ضرورة ملحة حسب رأيهم، ووفقا للظروف الصعبة التي يمرون بها في هذه المخيمات. احنا ناس هجرنا من سنجار من 2014، وانتم عرفتوا شنو صار بسنجار لحد الآن، لا حد اجى عندنا لا سأل عنا، واحنا ظروفنا صعب حاليا، احنا نفسيتنا تعبت، بس نريد وزارة الهجرة او الحكومة العراقية تساعدنا بس نرجع على بيوتنا، ما نريد كل شيء من عندهم، بس نريد يساعدونا مبلغ مادي معنوي، بس نريد نرجع على بيوتنا. نازحو المخيمات ينتظرون طوق النجاة منذ أكثر من 5 سنوات، وعلى ما يبدو أنهم سينتظرون مدة أطول في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. سرايات العراقية الإخبارية من مخيم كبرتو في محافظة دهوك. حملات تعفير واسعة وعلى مدار الساعة شرعت بها أمانة بغداد التي استنفرت ملكاتها وآلياتها المتخصصة لتعفير أحياء العاصمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الأخيرة ولجنة السلامة الوطنية العليا. أمانة بغداد تستنفر ملكاتها وآلياتها المخصصة لعمليات تعفير مناطق العاصمة. دائرة بلدية الأعظمية وأقسامها أكدت أن حملات التعقيم مستمرة بجميع الأحياء السكنية والشوارع العامة والفرعية. حملات تعفير مستمرة مسائية وصباحية في عموم قاطع بلدية الأعظمية، تشمل المحلات التي ظهرت فيها إصابات كثيرة مثل منطقة الصليق ومنطقة القاهرة ومنطقة الأعظمية، وحاليا حملة مسائية في شارع الإمام الأعظم والمناطق المحيطة بالإمام الأعظم ضمن قاطع العظمية محلة 314 و312. من بداية الأزمة صارت، يعني شفنا بلدية مال العظمية جهودهم زينة يعني طيبة يعني حلوة، رغم أن نسمع يعني إن إمكانياتهم شوية ضعيفة، بس ما شاء الله زينة يعني يومية تعفير وصلوا حطبوا حتى المحلات اللي هي من القيصريات وعفروها، حتى الفروع الداخلية بالمنطقة مين فوتوا وعفروا البيوت يومين نسمعهم بالليل. وتركز فرق التعفير البلدية على المناطق التي تكثر بها الإصابات بفيروس كورونا، تنسق هذه الفرق مع مثيلاتها من وزارة الصحة لحصر تفشي الوباء. بإسناد وزارة الصحة بتعفير مناطق وإحياء وأزقة بغداد حسب توجيهات الدكتورة أمينة بغداد والسيد وكيل البلدي، وضعنا جدول خاص بمناطق منطقة العظمية وهي 28 محلة. بدينا اليوم آليات منطقة العظمية وآليات منطقة القاهرة، لاحظتوا اليوم اكو شغل بالقاهرة تعفير شارع الإمام، واليوم احنا بأزقة الشوارع الرئيسية منطقة القاهرة وحي الدلفية هو محلة 322. عملية التعفير تستمر إلى إنهاء وباء كورونا. حملات التعفير قائمة على مدار الساعة حسب أمانة بغداد التي أوضحت أنها ملتزمة بتعليمات لجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا، وخصوصا توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة بما يخص حملات التعفير الموسعة. من بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنين بشكل عادل. جاء ذلك أثناء لقائهم اليوم في قصر السلام ببغداد، حيث تمت أيضا مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وجهود التصدي لجائحة كورونا.
أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري خلال استضافته في برنامج الملخص أن القوى السياسية لم تتدخل بتشكيل حكومة الكاظمي، مشيرا إلى أن البرلمان سيدعم خطوات رئيس الوزراء إذا نجح في بناء الدولة. اللي الخطوات التي اتخذها السيد الكاظمي لم تتدخل أي كتلة سياسية أو حزب أو ما شابه ذلك. أعطي حرية الاختيار حتى يمضي بحكومة قوية. اليوم الكل متفرج على خطوات الكاظمي وماذا سيفعل الكاظمي بالناتج حتى تقف جميع الكتل السياسية ومجلس النواب. إذ نجح الكاظمي بخطواته الخطوات التي مضى بها سنكون داعمين للسيد الكاظمي. من جانبه أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أن مفهوم التوازن لا يختلف عن المحاصصة، مشيرا إلى وجود كتل سياسية فرض شخصيات على حكومة الكاظمي لشغل حقائب وزارية. الآن غير مفردة المحاصصة إلى التوازن، هو نفس الشيء طبعا، هو متوازن، التوازن دلالاته أخرى غير هذا. التوازن أنه يختار رئيس الوزراء شخصيات من المكونات العراقية، شيعية سنية كردية وتركمانية أو غيرها، في سبيل أن يبقى توازن وطني في الحكومة. طيب، هذا يسمى توازن، هو يختار رئيس الوزراء يختار، لكن أن تفرض أحزاب شخصيات محددة لوزارات محددة أيضا، هذا محاصص. هذا الأمر اليوم موجود؟ نعم موجود، والسيد فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل رسمي. تشكيل مراكز للتنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة وإعادة انتشار القطاعات العسكرية ضمن قاطع كركوك أبرز ما تمت مناقشته في مباحثات رئيس أركان الجيش الفريق والركن عبد الأمير يار الله مع المسؤولين في المحافظة، كما تم الاتفاق على تبديل قطاعات من الشرطة الاتحادية بقطاعات من الجيش العراقي في كركوك. ناقشنا أيضا موضوع إعادة الانتشار والانفتاح لقوات الشرطة الاتحادية وقوات الجيش مستقبلا، وكذلك موضوع العلاقة ما بين قطاعات البيشمركة لإقليم كردستان وقطاعات الاتحادية وأسلوب العمل، وأيضا أين يفتح مركز التنسيق. كل هذه الأمور ناقشناها سوية مع أخواننا القادة والآمرين، وخرجنا بنتيجة أنه كانت هذه الزيارة إيجابية ستعزز ب أعمال وفعاليات مستقبلا تعزز وتزيد من أمن محافظة كركوك. أعلن رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية مصطفى الهيتي عن توقيع العقد الاستشاري الخاص بقطاع الصحة مع بنك التنمية الألماني لإعمار 4 مستشفيات في صلاح الدين والأنبار ونينوى وإعادتها إلى العمل. اليوم وقعنا عقد استشاري الصحة اللي يشمل مستشفيات 3 وهي من المشاريع المتوقفة، وكانت نسبة الإنجاز بها توقفت عام 2014 لمستشفى حديثة ومستشفى الدور، وعندنا مستشفى التمريض الخاص. ربما يسأل السائل، مستشفى التمريض الخاص هو مو تابع للمناطق المتضررة، السبب أنه كافة يعني القوات المسلحة أفرادها وأفراد الحشد الشعبي اللي انصابوا في هذه المعارك التحرير، اتفقنا ويا الجانب الألماني أن يكون مستشفى التمريض الخاص هو لعلاجهم الآن ومستقبليا، وبالتالي العقد الاستشاري اللي وقعنا عليه هو لهذه المستشفيات وإعادتها إلى العمل. تظاهر العشرات من مهندسي الأجور والعقود في وزارة الكهرباء أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن صرف رواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر. ونشد المتظاهرون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالالتفات إليهم وإيجاد حل لمشاكلهم ودراسة طلباتهم.
احنا نطالب وعن طريق قناتكم سيادة وزير الكهرباء المحترم والأصحاب ذوي الشأن بهذا الأمر بالنظر في تثبيت المهندسين العقود والإجور في وزارة الكهرباء على الملاك الدائم. طبعا هذه راح تكون ضمن درجات الحذف والاستحداث التي سيتم يعني تخصيصها لوزارة الكهرباء. الشريحة الهندسية شريحة مظلومة، لازم واحد ينصفها. أنا من أعين مهندس بوزارة الدفاع وعين مهندس بوزارة النفط على الملاك الدائم، ليش جماعة وزارة الكهرباء مهمشين مع الرغم أنهم اختصاصاتهم قريبة على الكهرباء، المهندس الكهرباء الكهروميكانيك. أنا اليوم طالع حتى أثبت أنه أنا أستحق التثبيت. إحنا مهندسين، على شنو إحنا درسنا 16 سنة فاتت ليش؟ على مداني بعدين تاليت يقعد هنا على الرصيف، أنا عايفة جهالي بالبيت ومبهذلتهم، من الصبح أعوفهم حتى أجي أقف هنا بالاعتصام. ما حد من عندهم يكلف نفسه يقول شنو اللي تريدوا، إحنا اللي نريده وعدكم ويانا، وعدتونا إنه نثبتكم، هذا حقنا، حقنا اللي هو التثبيت. الملاكات التدريسية والتعليمية في السليمانية نظمت تظاهرة للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، مطالبين الجهات المعنية في الإقليم بتمني النمط الذي تعتمده الحكومة الاتحادية في توزيع الرواتب على المواطنين. مع استمرار أزمة توزيع الرواتب للكوادر التدريسية والتعليمية في محافظة السليمانية، نظم عدد من المعلمين والمواطنين تظاهرة انطلقت من مركز المدينة وصولا إلى مبنى برلمان إقليم كردستان. قمنا بتنظيم هذه التظاهرة رفضا لطبيعة السياسة التي تتبع في تأخير رواتبنا وتحت أعذار غير مقنعة مثل كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولماذا لا نكون مع الحكومة المركزية في نمط توزيع الرواتب. هذه التظاهرة ضد الاستقطاب أو قطع بعض رواتبنا بنسبة 21 من الرواتب، وحتى الآن التي نعيش فيها حكومة إقليم كردستان لم تقم بصرف الرواتب شهر شباط، الآن في شهر تموز. وعلى الرغم من العمل المستمر لحكومة الإقليم إنهاء هذا الملف، إلا أن الكوادر التدريسية بالإضافة إلى المواطنين عبروا عن رفضهم لسياسة تأخير الرواتب وكذلك نسبة الاستقطاع التي أقرت مؤخراً. نطالب بحقوقنا الأساسية وهي شيء بديهي لكل موظف وهو الراتب، ولهذه اللحظة انتظرنا الادخار وغيرها من الأشياء، لكن مع الأسف نحن بالشهر السابع ولم نستلم رواتب لعدة شهور، وهذا شيء غير صحيح بالمرة. ما زالت الكوادر التدريسية والتربوية تخرج بين الحين والآخر هنا في محافظة السليمانية في تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وإنصافهم. من السليمانية سيف حقي، العراقية الإخبارية. رغم اتساع الرقعة الزراعية في قضاء تل عفر ووفرة المحاصيل الصيفية، إلا أن الفلاح يعاني من تراجع مداخيله بسبب المحاصيل المستوردة رغم توفرها محليا. تشهد مدينة تل عفر اتساع المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية ذات النوعية الجيدة وبكميات تسد حاجة السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها تكسب أيادي عاملة محلية، إذ أن المساحات المزروعة تعكس مدى اهتمام الفلاحين بجميع أصناف وأنواع المحاصيل الزراعية. أسعار هذه المحاصيل الزراعية تكون منخفضة جدا والتي تنعكس إيجابا على المواطنين، إلا أن الفلاح والآخر أيضا يطالب بالدعم والحماية من خلال إيقاف المحاصيل الزراعية المستوردة، لأن المساحات المزروعة تسد حاجة البلاد. المحصول الإنتاج درجة أولى، ولكن الثقل في البيع، ماكو بيع نهائيا سعنا، يعني إلى درجة السوق قارق بالخضروات، ما شاء الله الإنتاج 100%. والله سمح حاصلنا كلها ظالة بعد، يعني ما تمشي كلها من سبب المستورد من الخارج، وشوفت عندك يعني الكيمياوي والغاز كله يعني غالي بعد ما تسد نفسها يعني،
والفلاح تعبان شفتني ظلت كلها بالمكانات. زراعة تلحفر تتابع مع الفلاح جودة المحاصيل عن كثب، وتنظم زيارات مكررة إلى هذه الحقول، وتقدم النصائح والإرشادات لهم من أجل الوصول بالناتج المحلي إلى مستويات متقدمة والحفاظ على العملة داخل البلد وإيقاف الاستيراد. أتمنى من كافة الجهات المعنية إيقاف الاستيراد من الخارج، لأن الدعم المحلي هذا يؤثر في حالة الاستيراد من الخارج، ففي حالة التوقف هذا دعم للفلاح والمزارع، وأطالب من الجهات المعنية كذلك دعم الفلاحين خاصة من ناحية السماد أن يكون مدعوم، وليس مدعوم وإنما يكون مجانا. نحن مستمرون في التواصل مع الفلاحين أصحاب البساتين الخضر الصيفية للاطلاع على كميات الانتاج والأصناف المزروعة واحتياجاتهم من كافة النواحي. ويبقى القطاع الزراعي الوجه المشرق للاقتصاد الوطني، ولكنه بحاجة إلى دعم وإسناد من قبل المعنيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية المتنوعة على مدار السنة. من قضاء تلحفر، نور فاضل، العراقية الإخبارية. يعقد اليوم اجتماع ضمن مفاوضات سد النهضة بمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا وبحضور مراقبين من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة. وفي وقت سابق أعلنت مصر تقدمها بمقترح قالت إنه سيحقق الهدف الأثيوبي في توليد الطاقة ويمنع حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية. هذا وكشفت المداولات عدم تحقيق أي قدر من التوافق حتى الآن بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني. وفي تطور لافت، كشفت مصادر سودانية عن بدء أثيوبيا ملء سد النهضة ما سيؤدي لتقليل حصة المياه في السودان. المصادر ذكرت أن الخطوة الأثيوبية أدت إلى تفاقم أزمة المياه أو الكهرباء نتيجة نقص التوليد المائي، متوقعا أن يزداد الأمر سوءا في السودان. دانت حكومة الوفاق الوطني في طرابلس دانت الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية الجوية. وقالت الحكومة في بيان إن الهجوم على القاعدة نفذته قوات جوية أجنبية، لكنها لم تذكر الدولة التي تشتبه بها. الجيش الوطني الليبي أعلن عن تنفيذ غارات استهدفت قاعدة الوطية غربية ليبا. ذكر مصدر عسكري أن القصف الجوي أدى إلى تدمير أنظمة دفاعات جوية نشرتها تركيا الخميس الماضي. من جانبها نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية قولها إن القاعدة تعرضت لقصف جوي من طيران مجهول وأن الهجوم أدى إلى أضرار مادية. تسعة مواقع تركية في قاعدة الوطية كانت هدف القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، حققت 80% من أهدافها التي شملت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز هوك ومنظومة كورال للتشويش. أنهت القوات التركية تركيبها حديثاً، والأنباء تشير إلى سقوط عشرات القتلى بينهم قائد عسكري تركي كبير وعدد من العسكريين الأتراك كانوا بالقاعدة. توقيت الضربات كان لافتا ويحمل الكثير من الرسائل لأنقرة، فقبل ساعات من تنفيذها كان وزير الدفاع التركي يتجول في ليبيا ويتفقد قواته في طرابلس ومصراتة وغيرها. وما حدث قد يؤكد رواية الولايات المتحدة الشهر الماضي أن روسيا أرسلت 14 طائرة ميك 29 على الأقل وطائرات حربية من طراز سوخوي 24 إلى قاعدة للجيش الوطني الليبي عبر سوريا بعد طمس العلامات الروسية المطبوعة عليها. ردود الأفعال التي صدرت من اليونان وفرنسا حول التدخل التركي في ليبيا كان يحيطها الامتعاض، فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من فرض عقوبات جديدة على أنقرة في خطوة تصعيدية قد يكون لها ثقلها على أرض الواقع.
كما يرى مراقبون. سلا البياتي العراقية الإخبارية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم على منشأة نطنز النووية في إيران الأسبوع الماضي. الصحيفة نقلت عن مصدر بجهاز مخابرات دولة في الشرق الأوسط من دون ذكر اسمها قوله إن إسرائيل استخدمت عبوة ناسفة لتفجير وحدة قيد الإنشاء في المفاعل النووي. الأزمة الاقتصادية في لبنان تتواصل، لكن هذه المرة انعكست على تجهيز الكهرباء للمواطنين. أزمة شحة الوقود أدت إلى عدم القدرة على تجهيز الطاقة سواء كانت الحكومية أم الأهلية. المشهد من لبنان اليوم، معامل إنتاج دون فيول، بيوت لبنانية دون كهرباء. فبعد نفاذ مادة فيول كهرباء لبنان، وصل التقنين في أغلبيات المناطق إلى 22 ساعة في اليوم. اعتاد اللبنانيون على الحلول المؤقتة وعلى دفع فاتورتين للكهرباء، ولكن مع شح الوقود في المخازن لا كهرباء حتى عن طريق المولدات. هيدي المولدات معمولة للدور 10 ساعات 12 ساعة باليوم، منا معمولة للدور 22 و23، وأنا مسؤول عن كلامي واستناداً على كلام معالية اللي قال إنه عم تجي الكهرباء ساعتين. صرنا عم نشحط طن المازوت الشحادي لحتى نأمن خدمة هي من اهتمام الدولة مش اهتمامنا. يعني نحن كان عنا ثقة بالبلد، فتحنا مصالح، قلنا يمكن مصلحتنا بتروح سنة 2-3 من التسعين، فبقى مثل ما صرنا ضروري وشرعي ومؤقت، بس الهيئة إلى الأبد. وفي هذا السياق هكذا يبدو لبنان اليوم. شبح العتمة يخيم على شوارع العاصمة والمناطق كافة، عتمة تلاقي العتمة الاقتصادية وتزيد من توتر اللبنانيين وتفاقم أزماتهم. ما يسخني ما في، إذا الولاد بدأت تقوم تتحمم الصبح أو المرة بدأت تغسل أو تعمل شيء ما في، يعني عم نعيش حالة كتير كتير صعبة من وراء التأنين. طيب إنه عم بيشوفوا المازوت وين عم بيروح، يعطوا أصحاب المطارات إنه التهريب ماشي على عين العالم كله عم بيشوفه، يعني كاميونات ما بقى في حدا غشيم، فيسبوك بوجود الفيسبوك، إنه يعطونا أقل شيء متطلبات الحياة. وردا على هذا الواقع، توصيف للوضع خلال مقابلة خاصة للعراقية مع وزير الطاقة اللبناني. نحن عم نجيب كميات فيول أكثر من 30% من سنة الماضية مثل هيدا الوقت، أوكي؟ وين عم بتروح؟ مش كلها تهريب، بيقولوا في تهريب بس في منه عم بيتخزن، لأنه كمان في ناس عم بيستفيدوا من فرق سعر الدولار، عم بيبيعوا بالسوق السوداء. إذن من يتحمل المسؤولية؟ أول شيء مسؤولية ضبط الحدود مش بوزارة الطاقة. بعدين خليني أقول لك شغلي، خبريني وين في محل بالعالم بلدين متجاورين في فرق بالسعر دوبل بين بلد وبلد وما بيصير فيه تهريب. بالآخر العالم بدها تعمل مصلحتك. نحن لازم نبلش نتحسن، يعني نطلع من هيدا الوضع بأوائل الأسبوع القادم، لأنه حتبلش تجينا شحنات فيول لكهرباء لبنان، ونحن عم نشتري شحنات فيول كمان إضافية للمولدات ولكل الناس. الأزمات المتتالية تتسارع والحلول العملية لم تبصر النور بعد، واليوم عن قطاع الكهرباء والنقص في مازوت المولدات النور ينقطع بالكامل، وها هي العودة إلى حقبة القنديل والشمع، هذا إذا تمكن اللبنانيون من شرائها. العراقية الإخبارية، ماريان زوين، بيروت. أخيرا، أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لتنظيم تجمع انتخابي جديد في ولاية نيوهامشير السبت المقبل. وأشارت الحملة إلى أن التجمع من المقرر أن يعقد بمطار بورتسموث الدولي، وسيتم خلاله توزيع الكمامات الطبية ومواد التعقيم على المشاركين نظرا لخطر فيروس كورونا. ويشير مساعد ترامب إلى أنه يسعى للتركيز على قدرته على قيادة اقتصاد البلاد إلى التعافي بعد أزمة كورونا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: حالات الشفاء من كورونا في العراق تقترب من عدد الإصابات بالفيروس. صالح والكعبي يؤكدان ضرورة الإسراع بإقرار مشروع قانون الانتخابات. تشكيل مراكز للتنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة في كركوك.
نشكر لكم كرم المتابعة، دمتم في أمان الله. سعيد بوجودي بمدينة الصدر بين أهلي وأحبابي. سيد الكاظمي كنا احنا وياك، أي شيء تحتاج مدينة تستحق هالعين وقبل هالعين. هم الساهل ويا الناس، تعرف ليش؟ الناس مرت بهذا الظرف الصعب ما عدها إرادة، خلنا الساهل وياه، ايش تحتاج من عندي أنا أقدم لك كل الدعم. المبادرة الطيبة التي قدمها أبطال سرايا السلام وقائدهم إلى أبناء الشعب العراقي وإلى وزارة الصحة بتجهيز هذا المستشفى بأكثر من 300 سرير. العراق أولاً، العراق بيتنا، العراق وطننا، والعراق أملنا. العراق بخير. أنا ما أريد شيء، إنفلونزا عادية وأطيب. كورونا شنو؟ طبعا ما أبي كورونا، لا أبي كورونا يعني ياخذون الحجر 14 ما تعالج، والله أعلم شو راح يسوون بي. ايش راح يقولون علي بالمنطقة؟ احنا فيروس؟ اصدقائي ايش راح يسوون فيه؟ شي خلصني منهم؟